كل حاجة هتفضل زي ما هي، أنا بستلم وفارس بيسلم. يا زكريا عبد الله ده يبقى ابن عمك. بعدين احنا محتاجين ناس جداد، ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفس، انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كره وكره الخير لينا يا عمي، هو هيبقى العمده بعد ما ابوه ربنا يفتكره، بس بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار ما فيهاش حاجه يعني، وانت موجود يا عمي انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا، انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال اللي انا هبقى الكبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارس ايه؟ لا انا ولا عبد الله نام.